هيا فندم. ايه تمام ستك واكتبه. ما يعلنوش خالص يا فندم، احسن الناس مأكدة على كده. طب يا ريت يا فندم نبنى ايه، يعني ما فيش حاجة تتسرب ولا حاجة كده ولا كده ولا. طيب والنبي فن اتفضل. طيب بس ما مش لما غايه لما يجي ما يجيش حد يسربها. يعني يقدر يسيطر هو لغايه لما يجي. طيب تعالى ستك ايه والنبي فن. والنبي فن ما هنحتاج 200 بكره من حساب تمرد. وسوف نكون قادرين على تمرد. انت عارف ستك ان هو كان الجزء بتاع الامارات اللي حولوه. كنا على قدر من الدقه في عملنا الدقه للاستفتاء، وايضا سوف يدخل المخابرات مره اخرى مع الاتحاد الاوروبي في المستقبل. نحن ممكن كانوا خمسه مشاركه. لا لا ده مش هم، مش هم خالص. لا دي فاكر ستك الحساب اللي جه من لصالح التمرد ده، فهنحتاج منه 200 بس. نحن نتطلع الى تعزيز 200,000. طيب يا فندم ربنا يخليك، تسلم يا فندم. جميع طوائف الشعب في هذه العمليه.